انا مش عارف اقول ايه يا كابتن والله العظيم. انت بتحقق لي يعني بصراحه احلامي وطموحاتي اللي انا طول عمري بحلم اشوفها في اي اتحاد. بس انا عايز اعمل لينك بين حاجتين. يعني انا حاسس اني بتكلم او بشوف منظومه وفكر النادي الاهلي بيتطبق في احد الاتحادات. النادي الاهلي هو ده فكره، رعاه، سبونسرز، فكر اقتصادي. خلي بال حضرتك احنا السنه دي خدنا يعني جايزه كبيره جدا من دوله الامارات، ان احنا يعني اكبر مؤسسه قدرت تعدي بازمه كورونا بالنادي بتاعها، ومش بس رياضيا لا اداريا. فانا حاسس ان فكر ولينك النادي الاهلي ده بيتطبق في احد الاتحادات. شايف اللي انا شايفه ده؟ اتمنى ذلك. اتمنى ان اتحاد السلاح يحذو حذو النادي الاهلي بما يقوم به من يعني على مستوى اداري ومستوى فني ومالي. الاهلي قدوه، واحنا يعني نتمنى ان احنا يعني انا سعيد انك بتشبهنا بالنادي الاهلي. لا ده حاجه جميله، لانه اللي عايز النجاح هو طريق النجاح واحد، طريق النادي الاهلي. مش عايز اقول كده هتقول انا متحيز، بس هو النادي الاهلي بياخد طريق النجاح. فطريق النجاح مش حكر على النادي الاهلي، ولكن هو فكر واحد، امور يعني ثابته. بس برضو يعني ارجع واقول المديرين الفنيين، مديرين فنيين المنتخبات، هل استعنت؟ ضحكت طبعا. انا بص خلي بال حضرتك، اصل انا ولاد الالعاب دي، يعني انا كل اصحابنا واخواتنا انا يعني مولود هنا. انا هنا هختلف بقى شويه عن النادي الاهلي. تعالى لي بقى قول. انا ليا فلسفتي الخاصه مع زملائي ان المدربين لازم يبقوا مصريين. فانا ما عنديش ولا مدرب اجنبي. انا معتمد اعتماد كلي على المدربين المصريين الشباب. فما جبتش اي خبراء اجانب، ومعتمد على هاند ميد ايجيبت ميد، مش هاند ميد، ايجيبت ميد، ايجيبت. الحمد لله. انا بحس ان استثمار في العنصر البشري مهم، فاحنا بنستثمر في الولاد بتوعنا ونتحمل بعض. يعني ممكن بدل ما انا لو صلوا في سنتين اوصلوا في اربعه، بس اوصلوا بالكوادر المصري. فاحنا خدنا قرار، احنا امبارح كان عندنا اجتماع مجلس اداره، احنا لحد باريس احنا المدربين بتوعنا هم، واللي احنا بندفعه للاجانب ندفع للمصريين بسخاء، ومش عشان هو مصري ما نكرموش. ان هو ممكن يجي له عقد عمل في اي دوله اوروبيه، ان هو عنده مصنفين الاوائل. فخور انه مدير فني، انا خليه انه فخور. وهتقابلنا بقى الفتره الجايه مشكله، اللي احنا الطلبات اللي بتيجي للمدربين المصريين ان هم يطلعوا الدول عربيه واوروبيه، ومنهم طلبات من دول اوروبيه متقدمه جدا في رياضه السلاح، عايزين يتعاقدوا مع مدربين مصريين. بعد باريس احنا كنت بقول امبارح ما عنديش اي مانع ان بعد ما العقود تخلص، انا عملت عقود لحد باريس عشان اضمن ان الناس ما يسيبوناش. بعد كده هم سفراء لبلادهم، يروحوا في كل حته وربنا يوفقهم، واحنا نعمل زيهم جيل واثنين وثلاثه، وان شاء الله ربنا يوفق، و28 هتبقى افضل من 24، اللي هي ان شاء الله هتبقى افضل من 20 ان شاء الله.